من الإسكندرية الآن ينضم إلي المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بلاحق. أستاذ عبد الله، أهلا بكم معنا. ماذا لدينا من معلومات حول درنة، وأيضا كيف يتم التنسيق بين كافة الجهات من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد هذه الكارثة التي حلت بدرنة؟ نعم، مساء الخير لك سيدتي الفاضلة ولكل السادة المشاهدين الكرام. طبعا الجهود لم تتوقف على مدار الساعات الماضية والساعات القادمة. المصاب جلل والأوضاع لا زالت صعبة حتى هذه اللحظة. هنالك جهود تبذل سواء من الحكومة الليبية أو من القوات المسلحة، الأجهزة الأمنية، كل الجهات والهيئات والمؤسسات تعمل بقصارى جهدها، حتى المواطنين. لكن دائما هنالك الكثير من المصاعب التي أدت إلى حتى عدم تحديد العدد الحقيقي لهذه الكارثة، لأن هنالك الكثير من المناطق قطع بها الاتصال، تقطعت الطرق نتيجة لهذا الإعصار. هل لديكم أي حصيلة حتى الآن أستاذ عبد الله؟ نعم، إلى الآن ليست هنالك أرقام دقيقة مثل ما أسلفت ذكرا، لأن هنالك مناطق لم تتمكن حتى الفرق من الوصول إليها نتيجة لتقطع الطرق، وهي مناطق جبلية ونتيجة لنقص الإمكانيات. لكن العدد الآن تجاوز عدد الضحايا تجاوز 2000، وعدد المفقودين تجاوز 5000، ومتوقع أن يزيد الرقم بأكثر من ذلك. رئاسة مجلس النواب في تواصل دائم سواء على المستوى الداخلي أو الدولي. هنالك لجنة شكلت من قبل رئاسة مجلس النواب من اللجان النوعية، لجنة الدفاع، لجنة الداخلية، لجنة المالية، وعدد من اللجان. طب ماذا يمكن أن تقدم هذه اللجان؟ هل لديكم الإمكانيات؟ نعم، هذه اللجان طبعا عكفت بالتواصل بشكل مباشر مع الحكومة والوزارات المعنية من أجل وضع وتسخير كل الإمكانيات الموجودة لدينا من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه. هنالك أيضا تواصل من قبل السيد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح مع الرئاسة المصرية، وبالفعل مصر كانت أولى الدول السباقة من خلال توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وجه بتوفير الإمكانيات لدعم الشعب الليبي. كذلك يعني هنالك تواصل مع عدد من الدول مثل الإمارات، قطر، دول صديقة وشديقة، الأردن. كل هذه الدول قدمت تعازيها للشعب الليبي ومساعيها لتقديم الدعم. طبعا كل هذا سوف يتوفر خلال الساعات القادمة، لكن الأوضاع إلى الآن ما زالت أوضاع يعني موضوع حرجة نتيجة لحجم الدمار الذي حل بمدينة درنة والبيضة وعدد من المناطق التي توجد فيها مناطق تقطعت حتى طرق الوصول إليها لإنقاذ الأحياء وانتشال جثامين الضحايا. شكرا لك من الإسكندرية المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بلاحق. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.